التجمع الوطني الأحرار عنده تقريبا 10,000 منتخب. هاد المنتخبين خصنا نعاونوهم باش يكون واحد التجويد ديال العمل ديالهم يعني داخل الجماعات وتكون عندهم إمكانيات. خصنا نسمعوهم، خصنا نعرفوا الأولويات ديال المواطنين ديالهم، وبلي يكونوا عندنا هاد الأولويات هما أولويات اللي غادي تكون متشابهة في جميع المناطق ديال المغرب، واللي إن شاء الله نشتغلوا مع جميع الأحزاب يعني السياسية اللي كيهمنا هما لي كوليكتيفيتي يعني المحلية، باش نشتغلوا معهم باش نجيبوا أجوبة باش يكون إنصات. الديمقراطية المحلية هي شيء جد مهم، ما يمكنش تكون بدون إنصات، بدون سياسة الخوف، بدون كذلك وجود حلول للمتطلبات ديال المواطنين، وهذا ما سنشتغل عليه. شكرا. شكرا لكم أعزائنا الكرام زوار جريدة بريس تطوان على المتابعة، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.